الفنانة الجميلة صفاء جلال منورانا النهاردة ومتألقة حشمة وجمال وذوق. عايزة الأول أهنيكي بتجربتك مذيعة في قناة الحدث اليوم. عجبكم يا رب إن شاء الله. أديني بحاول، لو ما عجبكوش قولي بصراحة يعني. لا لسه إن شاء الله أول حلقة يوم 5/1 بإذن الله. البرنامج بقى هيبقى فيه ضيوف نجوم ولا هيبقى شامل اجتماعي قضايا عامة؟ اجتماعي وترفيهي ومحاميين ورجال اعمال، هيبقى في ماكس كده لطيف ان شاء الله يعجبكم باذن الله. سنه 2022 كان وشها حلوه عليكي؟ الحمد لله عدت بسلام الى حد ما لحد دلوقتي، فاحنا بنحمد ربنا على كل حاجه يعني. بحمد ربنا على ستره، بحمد ربنا على ان احنا بصحتنا وان ما بقاش في كورونا الحمد لله تاخد مننا ناس غاليين، فيا رب ان شاء الله تخلص على خير وتبتدي سنه 23 بخير باذن الله. في سنة 2022 كنت ضيفة شرف في ملف سري وفي وادي جن، كلمنا كده على التجارب كده سريعا. لا بصي، هو كان في اكتر من تجربة غير ضيفة شرف في وادي جن او في ملف سري. في مسلسل اسمه ورق التوت بس للأسف منزلش. في مسلسل ايام كان مع رياض الخولي، حورية فرغالي، شيري عادل، اخراج محمد اسامة ومجموعة كبيرة من النجوم. وان شاء الله في لسه برضو معانا ان شاء الله باذن الله هينزل قريب جروب العيلة مع الفنانة قديرة سميحة أيوب. عشان نعرف ان انت مستعجلة هسألك سؤال اخير. انا يعني اقرب الاعمال لقلبي يعني كل ناس كتير امرأة من زمن الحب، فاكرة الفنانة الجميلة سميرة احمد ويوسف شعبان الله يرحمه. يعني كلمنا كده يعني الفنان يوسف شعبان، المسلسل ده اصلا من اكتر الاعمال الدرامية. الناس المحظوظة اشتغلت مع أستاذ يوسف شعبان عملين في نفس السنة، كان امرأة من زمن الحب والضوء الشارد، والاثنين لهم مكانة في قلبي جميلة جدا وبعتز بيهم قوي قوي قوي، وتجربتين حلوين جدا ساعدوني كتير في حياتي ويعني تاريخ بقى بتاعنا. هننتظرك ان شاء الله في اعمال جاية وعايزيكي دايما تبقوا متألقة طول الوقت يعني. مرسي لذوقك، مرسي جدا، مرسي.